عشان تبي تعرف عالحياة اصلا محدش فاهم مين فينا كان حق معاه مظلوم ولا ظالم عشان تبي تعرف عالحياة اصلا محدش فاهم مين فينا كان حق معاه مظلوم ولا ظالم مشين تاني ممكن في الحياة يفاجئنا والله العالم يفاجئنا والله العالم لو عالضمائر باختصار من توات تقدر تنسى لو عاللي صاير واللي صار كل حد وعارف نفسه لو عالضمائر باختصار من توات تقدر تنسى وما زال ياما في الحياة بعد المحبة بتكسب بعد المحبة بتكسب خلاص انت توا غير عطيني الموعد اهم شيء ان ابوك ما يكونش موجود اسمع تعرف كيف بوي من عادته يروح يرقد في القايلة تعال لي اليوم في القايلة تحت العمارة تو نوقع لك ونختم لك بالختم تمام الاخبار شو دير هنا ولا كيف مروح من الجامعة قلت خل نختم عليه من الاخير جعان والحكايه منفضه هذا هو تتفكروا فيا وقت الماكلة بس تما ليش من تفكر كذا تباهي بات رحت طعميه واحنا مروحين ليش طعميه لا كان ندير لا طعميه وما جيتكش من الاول ليش انت بدك دجاج محمر واضحه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله شو الامور باهي الحمد لله يا مسهل الامور يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كلمني الراجل تاع السونات البكري ايه خلاص جاب لي العربون وكتب رقم هاي توجه العشيه بهاي بالنسبه لتاع لزيرة حتى هو قال لي العشيه هذا رقم تليفون ايه هو رقم تليفونه قول لي البثنيه نتاعها شو صار فيها غيرتها خذ وحده جديده ايه احسن اني فايل بس ماش تنفعوا باي خلاص امك هنستاذ لاني توا اسمع توكل وانا اذا كان في شيء تبغى تتصل بي خلاص اتصل بي باهي باي باذن الله تمام باي معاك مع السلامة عليكم في الامان نيب ما تحلف فيا لربع صناديقه ما حصلتهم منه الا فكانك وبالسيف طيب وش بيديروا لي لربع صناديقه هما بالله عليك يا يوسف قالت الورشه واقفه راهو هيك في كلمه يا راجل يزيدنا والله ما نلف وندور معاك يا اخوي شنيب ونجيك من الاخير انت صاحبي باهي والله الراجل اللي يبي الفاتوره القديمه راهو يعني شو اللي بنقول لك على 300 جنيه لي قريب 20 يوم مش موضوع يا اخوي شنيب حل روحك حتى انت طيب وانت شن تعرفني؟ بالله عليك يا يوسف شن تعرفني؟ مش ديما نخلص أنا مني هاد؟ هكذا معاد ولد أختي مكلمني يبيني خش الباب مفتوح خش
السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبتين معاذ. طيب شن حالك باهي؟ أهلا معاذ. خالي جايك في موضوع وعارف مش هتردني فيه. لا تكلم عمك يوسف، راهو هذا صاحب قديم وما فيش بيناتنا اسرار. تكلم عادي. الفترة الجاية عندي امتحانات، نبي فلوس. ولد اختي هذا احسن واحد في خوته، انا نحبه والله نحبه من صغره، هو عرفت كيف مرتبط بيا، ديما يطلب مني ناي بس يعني عرفت. قداش تبي انت؟ مش هلبه يا خالي، 50 دينار بس. احسن واحد في خوته والله. انا تعرف الولده هو ديما هيك نقول لهم فهني، الولده هو احسن واحد فيكم واحسن خاره. ولا فلوس يا خال في خير هذا. تعرف كيف؟ لانك احسن واحد في خوتك راه. بارك الله فيك يا خال. اني حنعطيك 100 دينار. لا لا خالي، لا هون يا خال اعطيني الفلوس. مش مصدق. احسن خاله. هاي شد عندك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هاي إن شاء الله بالنجاح. ربي يحفظك يا خال. مش قلت لك أحسن خال أنا؟ هو ولا الأحسن خال ما تبي شيء يا خالي؟ لا سلامتك، أهم حاجة تنجح. كيف يا خالي؟ هاي نرفع لكم راسكم أنا. إن شاء الله. هي بس السلام عليك. ماشي السلام. بس ماشي عم يوسف. فهم الله ولدي فهم الله، ربي يسهل لك ان شاء الله. هذا الولد راه احسن واحد في خوته. ما شاء الله عليك. يعز علي هلا. ايه مكسده قلت لي. يا ربي يعطيك ان شاء الله. ايه رايكم في البوكا من الاخرج؟ مليح. شني؟ بوكا. لا يا راجل ديما دير فيها ناقصه ملح، ما فهمتش خيرك يا معاذ. صح ديما دير فيها مالح. قول لكم حاجه هنا، صحتين صحتين ولا لا طالع انا عندي منتي. ان شاء الله خير. وين ماشي؟ شن دخلك بيا؟ غريبه قبل ما تنوض شله وصفره ممسوحه. واضح من الكرشه اللي طلعت لي. اسمع بلاش تشوف منظره نسيب بتاع دعايه بتاع سفير ابدا. وليش مالك يا سامر؟ الله الله على الطرحات. من وين الطرحات هذو؟ تصق عليك الطرحات يا امه، خليك في طرحات سعد المجرد انت. ليه طرح الولاد؟ ليش الحمد مقرونة بكا؟ ليش ما جبتش انت شي مني؟ وادي الربيع 5 هكتارات اخيرا. زعما قداش السعر المترو غادي؟ ما يحلهاش الا عبد الله قديم ويزبط في سعر السوق. فيش حل الا لما نكلمه. الو استاذ عبد الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. قول لي يا سيد عبد الله، انا غير نبي نستفسر على موضوع. ايه هو موضوع طبعا بخصوص قطعه ارض.
في منطقة عين زارة. قول لي سيد عبد الله، هو المترو غادي بكم توا؟ نجيك للمكتب ونحكوا في الموضوع. خلاص نجيك للمكتب ان شاء الله. ماشي، على السلامة. السلامة. شنو يا سنيب؟ ها شكلها خبيزة هيك في شحوزة رخية، تعرف انت. بالله عليك مواضيع دي تفوتها، مالكش بها علاقة. احنا قلنا بركش نخدم ونساعدوك يعني بس. بارك الله فيك، وعلى فكرة ديما انت حاشي خشمك في كل المواضيع متاعي يعني. لا مش مش موضوعي انت زابط. فوت الموضوع. شنت بتعرف عالحياة أصلاً محدش فاهم مين فينا كان حق معان مظلوم ولا ظالم. شنت بتعرف عالحياة أصلاً محدش فاهم مين فينا كان حق معان مظلوم ولا ظالم. في الحياة يفاجئنا والله العالم، يفاجئنا والله العالم. هو اللي صاير واللي صار كل حد عارف نفسه لو عض ناير باختصار من توا تقدر تنسى. لو عاللي صاير واللي صار كل حد وعارف نفسه لو عض ناير باختصار من توا تقدر تنسى. وما زال يابا في الحياة بعد المحبة بتكسر، بعد المحبة بتكسر.